وبياكل وهو مش واخد باله ان هو بياكل. هي مرض السمنه بنقول عليها مرض العصر، انا مش عامل لك سحر. مريض السمنه مش شرط يكون بياكل زياده عن اللزوم. انا مش بحرمك من حاجه، العمليه هتشيل من 70-80% من الوزن الزياده، بلاش مقارنات خالص في عمليه السمنه. اهلا وسهلا بيكم، انا هشام حبيب واحنا هنا في ميديكا زون بودكاست، البودكاست الطبي الاكبر والاول في مصر والوطن العربي. الحقيقه احنا دايما بنهتم ان احنا نتكلم في المواضيع اللي انتوا بتهتموا بيها وتهمك صحة كل واحد مصري كل واحد عربي. والحقيقة من أكتر الأمراض اللي في وقت من الأوقات كانت في ناس كتير ما بتفتكرهاش إنه هو مرض، تفتكرها إن هي حاجة متعلقة بالشكل بس، لكن في الحقيقة هي مرض، ومرض خطير جدا وبيسبب أمراض تانية، ألا وهو مرض السمنة. مرض السمنة ليه معدلات كبيرة جدا على مستوى العالم، وبيعاني منها دول كبيرة جدا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية بتعاني بنسبة كبيرة جدا من مرض السمنة. خلينا النهاردة نتكلم في مرض السمنة وإيه أنسب طرق العلاج لمرض السمنة، وإيه الجراحات اللي بتتدخل فيها أو نتدخل عشان نحل مشكلة مرض السمنة، مع الأستاذ الدكتور أحمد حاتم السيد، أستاذ دكتور جراحات الأورام واستشاري جراحات السمنة والمناظير. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا شيخ، دكتور حضرتك منورني النهاردة. ربنا يخليك، بنورك. دكتور الحقيقة أنا عارف وقت حضرتك صحابي جدا، إحنا بقالنا كتير بنحاول نصور مع حضرتك، يعني يمكن حضرتك النهاردة جاي وبعد ما كنت بتعدي على المرضى في المستشفى، يعني تطمن على العملية. لازم كل يوم الصبح بنعدي على المرضى نطمن عليهم اللي عملناهم امبارح، ونطمن ان حالتهم كويسة، ونديهم التعليمات الجديدة اللي هيمشوا عليها، ونطمنهم عشان يروحوا في حالة كويسة، وبنفضل نتابعهم بقى حتى بالتليفونات لحد ما نقابلهم تاني ان شاء الله بإذن الله. دكتور يعني دايما الجراح هي مهمة صعبة جدا، يعني دايما يعني واحنا صغيرين كانوا يقولوا نفسك تطلع ايه، لو حد نفسه في المجال الطبي يقول جراح، يعني دايما بيحس ان هو هي حاجة صعبة قوي، مع انها حاجة وحاجة حساسة. يعني انا ماسك المشرط وببدأ ان انا يعني مش مثلا زي اللي بيصلح عربية او بيصلح جهاز الكتروني، فلو غلط ما فيش مشكلة، لكن انا بتعامل مع بني ادم، فقد ايه الموضوع ده حساس. فخلينا نرجع شويه كده لبدايه اختيار حضرتك للتخصص. والله هي الكليه اسمها كليه الطب والجراحه، عشان تعرف قيمه الجراحه في الطب، يعني فهي الكليه اسمها كليه الطب والجراحه. الجراحه يعني جزء مهم جدا جدا في الطب، وجزء اساسي، يعني هتلاقي ان دايما في العمليه العلاجيه هتلاقي في فتره من الفترات لازم المريض بيحتاج التدخل الجراحي. كلية الطب من الكليات المميزة قوي، يعني هو ربنا خلق الدنيا دي كلها عشان الإنسان، وكلية الطب دي كلها بتدور على الإنسان والبني آدم، وإزاي الإنسان ده ماشي وعايش ففكرة إن أنت تدرس البني آدم اللي ربنا خلق كل ده عشانه، فكرة فاسينيتنج شوية، يعني بتبقى عاوز تشوف، يعني إحنا كلنا ماشيين وبناكل وبنشرب وبنروح وبنيجي، طب إحنا بنشتغل إزاي؟ إحنا دايماً بنفكر طريقة عمل الإنسان، البني آدم ده ماشي إزاي يعني. والحقيقة لما بتدرس الكلام ده بتشوف يعني إعجاز الخالق سبحانه وتعالى، ان يعني احنا بنبص لبعض كده احنا مش ماحناش شايفين اي حاجه خالص، يعني الدنيا جوه في مصنع مهول شغال جوه بمنتهى الدقه المتناهيه. يعني فلما الواحد بيفكر يبقى دكتور وبعدين يشوف ايه المعجزه اللي ماشيه قدامه ليل ونهار دي، ويفهم الدنيا بتمشي ازاي، فهي حاجه الحقيقه حاجه عظيمه جدا. كان حلم طفوله يا دكتور؟ حلم الطفولة الحقيقة، حلم الطفولة ان الواحد يبقى جراح. كانت امي الله يرحمها دايما تقول لي يعني ان الواحد ربنا يجعله سبب في شفاء الناس وتقليل معاناة الناس. فدي كانت طبعا عظمة المهنة، طبعا تخفيف الألم عن الناس طبعا. بالظبط بالظبط بالظبط. فالجراحة كمان فيها جزء هندسي، ما هياش يعني هو الطب في جزء كبير قوي حفظ وتخزين معلومات، الجراحة فيها جزء عملي ملموس، يعني انت بتحس باللي انت بتعمله وبتمسكه وبتشوفه وبتشوف النتيجة قدامك على طول، غير برضو الطب اللي هو الباطني اللي هو كله أدوية وكده. الجراحة فيها شيء ملموس وفيها شيء هندسي، فيها فن. يعني كانوا دايما وأول وعلمونا الجراحة يقولك الجراح لازم يبقى عنده عين الصقر وأيدي امرأة وقلب الأسد، فكانوا دايما يعني كانوا دايما اساتذتنا يعلمونا كده واحنا صغيرين، يعني لازم تبقى جريء، ولازم تبقى حساس جدا، ولازم تبقى عندك قوه ملاحظه،
جامدة جدا يعني. دكتور طيب، من جراحات الأورام، اختيار جراحات الأورام إن إحنا نروح لجراحات السمنة. طبعا جراحات السمنة عمرها في مجال طبي مش كبير قوي، فحابين نعرف بداية جراحات السمنة في مصر وفي العالم. بداية جراحات السمنة في العالم من زمان، من الأربعينات، وهي الناس بتحاول تعمل عمليات لجراحات السمنة وكذا، لكن اشتهرت قوي جراحات السمنة من أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، ودخلت في مصر من أواخر التسعينات. هو برانش جديد، يعتبر جديد طبعا لأن الطب ده تاريخ طويل من أيام قدماء المصريين، يعني ما هوش جديد، لكن جراحات السمنة برانش جديد، وهو بدأ بالتخفيف معاناة المريض من الوزن مش أكتر. ما كانش حد بيفكر في حاجة أكتر من كده يعني، لكن مع الوقت ومع التطور ومع الأبحاث المستمرة اكتشفنا أن السمنة، جراحات السمنة دي بتعالج أمراض كتير جدا، وبالتالي اكتشفنا أن السمنة كانت هي سبب الأمراض دي وإحنا ما كناش نعرف. يعني في أمراض كتير قوي السمنة هي اللي بتسببها وإحنا ما كناش فاهمين الكلام ده. زي إيه كده؟ يعني أولها السكر، مرض السكر. السمنة اللي انت بتبقى شايفها بره على العيان دي هي مش بره بس، يعني هو مش داخلية كمان، مش وزن زيادة، هو داخلي كمان. الدهون اللي بتترسب جوه بتترسب على الشرايين جوه وعلى الأجهزة المهمة في الجسم، فبتأثر على كل حاجة. أما بتترسب على الشرايين بتاعت البنكرياس، وبالتالي كمية الإنسولين اللي طالعة بتقل، وبالتالي المريض يبتدي يعاني من السكر اللي هو تايب 2، اللي هو النوع الثاني من السكر، مش النوع الاول اللي الاولاد بيبتدوا بيه وهم صغيرين يعني. اكتشفنا ان النوع الثاني من السكر بيجي بسبب السمنه. السمنه الدهون دي كمان بتترسب على الجهاز التنفسي، فتعمل صعوبه في التنفس، تعمل مرض النوم. الناس لما وزنها بيزيد كسل قوي بيعمل كسل، بيعمل نوم فعلا. يعني انت ممكن لما تبقى قاعد مع واحد وزنه كبير قوي وانتوا قاعدين بتتكلموا مع بعض كده، لو سهيت عنه شويه ينام يروح من النوم، يروح في النوم منك خالص وبعدين يصحى تاني. حتى في ناس بره، يعني احنا عندنا في مصر الموضوع ده ما بنهتمش بيه قوي، لكن في ناس بره بيمنعوهم من السواقه، بيسحبوا منهم رخصه السواقه لانهم الدرجه دي بالظبط. حد عنده سمنه يتمنع من السواقه، ممكن يتمنع من السواقه خالص. والاسهل من كده الشخير اثناء النوم وصعوبه التنفس، مرض نسبة كوليسترول في الدم بالظبط. حاجات تانية بقى، كوليسترول بيعلى، الشرايين برضو لما بيترسب عليها الدهون دي يبتدي ضغط الدم يزيد، لأن الشريان ده أنبوبة ماشي فيها الدم، لما تضيق يبتدي الضغط اللي جواها يعلى، وبالتالي يبتدي المريض يعاني من ضغط الدم المرتفع. الكبد أثر على الكبد، دي أهم حاجة دلوقتي، دي يعني اللي بقالها 7-8 سنين هو ده الشغل الشاغل لكل أبحاث السمنة، ان الدهون الكبد ما كناش بنعتبرها مرض، لكن اكتشفنا انها بتعمل بطء في التمثيل الغذائي جوه الكبد، بتوصل لانها توصل المريض لتليف كبدي وفشل كبدي تماما. فكل الحاجات دي بقت، غير بقى الحاجات الظاهره لكل الناس، مشاكل العظام، بيبقى عندي مشاكل في الركب بتاعتي، بيبقى عندي مشاكل في فقرات الظهر، الفقرات القطنيه والفقرات العنقيه. يعني الحقيقة السمنة ما بتسيبش حاجة في جسمك. وفي حاجة مهمة جدا كمان، شرايين القلب دي أنابيب رفيعة جدا صغيرة خالص، فدي ما تستحملش ان يترسب فيها، يحصل انسداد، يبتدي يحصل قصور في عضلة القلب، ويبتدي المريض يبقى محتاج ان هو يعمل جراحات قلب مفتوح او يعمل دعامات او الكلام. كل الكلام ده اكتشفنا ان هو بينتهي بمجرد ان انت تعالج السمنة. وعلاج السمنة طبعا دي حاجات كتير قوي، بس احنا النهاردة هنتكلم على جراحات السمنة على اساس ان ده موضوعنا النهاردة، ازاي نعالج السمنة بالجراحة. دكتور يعني هنقدر نقول ان السمنة هي مرض في نفس الوقت هي عرض لامراض كتير جدا. بالظبط كده، بالظبط. هي العرض الظاهر اللي هيؤدي لامراض اخرى كتير. يعني دايما لما بيجي المريض يقول لي انا قلقان من العمليه او قلقان خايف من العمليه، اقول له انت لسه تخاف من السمنه اكتر ما تخاف من العمليه. السمنه المرعبه اكتر. يعني بالظبط كده، مضار السمنه اكتر من مضار العمليه بكتير. يعني إن انت ما بتخش تعمل عمليه بنسميها كالكوليتد ريسك، يعني انت عندي ريسك طبعا في اي عمليه في الدنيا، خطوره محسوبه. يعني خطوره محسوبه بالظبط كده، انت عندك خطوره، بس الخطوره دي محسوبه، في دكاترة واقفة حواليك وفي أجهزة وفي كل حاجة بتحسب كل حاجة بالثانية وبتحصل إزاي وكده. لكن السمنة ده مرض صامت ساكت خالص، سايلنت، ما بيفتحش بقه،
وعمال عمال شغال شغال على جسمك عمال يسبب امراض انت مش واخد بالك. لكن العمليه لا، العمليه انت في مليون واحد حواليك واخدين بالهم من ايه اللي بيحصل في العمليه وازاي يخلوا العمليه دي ما فيهاش اي ريسك عليك خالص. دكتور، موضوع السمنه ده كتلة بحثا يعني، وعمالين يحاولوا يوصلوا لاختراعات. طب والكبسوله؟ طيب فكتلة بحثا لان هو مرض الحقيقه منتشر بشكل كبير جدا في العالم. يمكن اللايف ستايل او طريقه الحياه بتاعتنا والوجبات السريعه والوجبات المشبعه بالدهون العاليه وهكذا. طيب كتير جدا مريض السمنه، طبعا السمنه احنا هنا عايزين نفرق وحضرتك توضح لنا ده، ان مش لو واحد مليان شويه، لا السمنه بقى يعني السمنه الكبيره يعني. مريض السمنه في الغالب بيسمع، طبعا دلوقتي احنا عندنا سوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله، بنسمع افكار كتير جدا. طب خد الاعشاب دي، طب خد الحبوب دي، طيب نظام دايت. طيب هو المريض ممكن يكون في وقت من الاوقات مش عارف يبتدي منين بالظبط. بالظبط. فحضرتك شايف ان المريض ما يكون مريض سمنه يبتدي منين؟ هل بيجي يعني ياخد خلاص قرار مباشره انه يبدا جراحه، ولا يشوف الاول هو عنده مشاكل؟ ايه مسببات السمنه اصلا؟ بالظبط. هي طبعا مسببات السمنه هي مرض السمنه بنقول عليها مرض العصر. احنا زمان ما كانش في هذا الكم من العربيات، كانت الناس بتنزل تمشي، كانت الناس بتتحرك، الاكل كله اكل في البيت، ما كانش فيه الوجبات السريعه دي. فهو سمه العصر ادت للسمنه الحقيقه، يعني اللي هي الحياه اللي معظمها ما فيهاش رياضه. تنزلنا يعني، ممكن ما كنتش انزل اعمل رياضه ضروري، بس الطبيعي ان انا بنزل امشي كل يوم 2-3 كيلو عشان اروح شغلي وعشان اشتري حاجتي وعشان ارجع البيت وعشان اخد الاولاد اتمشى معاهم شويه اتفسح معاهم شويه، من غير ما احس بعمل من غير ما احس كنت بعمل مجهود واعمل رياضه. لكن دلوقتي خلاص، ما الفسحه بقت عباره عن القعده قدام التلفزيون وحاطط قدامي حاجه باكلها وبتسلى بيها، وبرك ان انا باكل كمان، انا بتفرج وباكل. بالظبط. دي من اهم مسببات السمنه، القعده قدام التلفزيون واقعد ازقز حاجه، سواء بقى الحاجات بتاعه التسليه، سواء شويه سندوتشات كده اتسلى بيها بالليل واسرح واكتشف ان انا بقالي ساعتين ثلاثه عمال اتفرج واكل وانا مش واخد بالي. هي مرض العصر الحقيقه، هي مرض العصر، وده بسبب اللايف ستايل. عشان كده احنا دايما بنقول يعني المريض السمنه، انا مش هعمل لك عمليه سحر، انا مش هعمل لك سحر، انا بديك عنصر مساعد عشان يخليك تغير الستايل اللي وقعك في السمنة. يعني انت دخلت في السمنه من غير ما تحس، هو محدش بيبقى عاوز يدخل، محدش عاوز يخش في السمنه، لكن هو دايما بيخش في السمنه من غير ما ياخد باله. هو الكل عايز ياكل كل اللي هو نفسه فيه بس ما يتخنش. بالظبط. واحيانا بياكل اللي هو مش اللي هو نفسه فيه بس، هو بياكل وهو مش واخد باله ان هو بياكل يعني. وفي حاجه تانية كمان، احنا قلنا ان السمنه مرض، يعني ممكن احنا الاثنين قاعدين بناكل نفس الاكل، انا مش هدخل وانت هتدخل، ده لحد دلوقتي ما احناش عارفين السبب. اشمعنى التمثيل الغذائي عندك اعلى شويه او اقل من معدل الحرق، ومعدل الحرق عند واحد اعلى من التاني، جسمك بيستفيد من الاكل اكتر. يعني دايما المريض بيبقى عنده احساس ان هو، او الناس بتبص له على ان هو بياكل كتير، او على ان هو سوري في الكلمه يعني ان هو طفس. لا لا خالص، مش شرط، خالص خالص، مريض السمنه مش شرط يكون بياكل زياده عن اللزوم. وده سؤالي لحضرتك، يعني هو مثلا ممكن يكون في البعض عنده مشاكل مثلا في الغدد، البعض عنده مشاكل، ممكن يبقى في مشكله وراثيه بيؤدي لده؟ من لسه لم تكتشف هذا الكلام يعني، لكن ممكن طبعا وقت. يطلع فيه جين، لان انت ساعات بتلاقي العيله كلهم وزنهم كبير، فممكن يطلع فيه جين بيسبب الكلام ده، لكن لسه لم يكتشف الكلام ده. لكن احنا مش عاوزين نقول وراثيه، عشان ده برضو بيخلي العيان يحبط. مش بس يحبط، وان انا هعمل ايه، انا لازم ابقى تخين، انا مالي، لا لا، ده بيقلل عزيمته جدا على ان هو يقاوم المرض. هي ما هياش وراثه، هي تقدر تقول ان الحاله الاجتماعيه واحده لكل الاسر، كلهم بيتحركوا بنفس الطريقه، كلهم بياكلوا نفس الاكل، كلهم العيشه واحده، شكلها واحد. صح. زي اللي عنده مثلا حصوات في المراره، يقول لك هي في العيله كلها، ما انتوا كلكم بتاكلوا نفس الاكل وكلكم بتعملوا نفس الحاجه، هي نفس المطبخ. بالظبط كده، بالظبط كده. فهي ما هياش وراثه بمعنى وراثه، لكن هي الستايل العيشه واحد في الاسره. لكن الاهم من ده ان انا ابتدي اركز واشوف ايه اللي دخلني في الموال، ايه اللي دخلني في السن. يعني احنا ما بنعمل عمليه السمنه لحد، عشان هنتكلم عن ده بالتفصيل، بس احنا هنقلل الاكل اللي داخل. فيجي عيان يقول لك انا ما باكلش كتير، انا عارف انك ما بتاكلش كتير، بس حتى الاكل القليل اللي انت بتاكله ده كتير عليك انت شخصيا. يعني دايما احنا بنخلي العين تفكر في نفسك، مالكش دعوه باللي بيحصل، مالكش دعوه. السوشيال ميديا والانترنت مخليه الناس مش ملخبطه، مش فاهمه ايه اللي بيحصل، يعني بيسمع كلمه من هنا وكلمه من هنا.
انا عاوز كل واحد يفكر في نفسه انت بس، مالكش دعوه بحد تاني خالص، مفيش واحد زي التاني. دكتور، في ناس كتيره بتلجأ للعمليات وجراحات السمنه هروبا من الدايت، هل الاثنين متعارضين مع بعض؟ هما مش متعارضين مع بعض خالص، وما ينفعش اعمل عمليه عشان هربان من حاجه تانية. هي فكره الدايت عند الناس مش واضحه شويه. فكره الدايت يعني دايما يقول لك ايه، انا عملت دايت 3 شهور، انا عملت دايت 4 شهور. ما فيش حاجه اسمها عملت دايت 3 شهور 4 شهور. الدايت ده هيبقى ستايل العيشه بتاعك، غير طريقه اكلك وغير مواعيد اكلك، كل حاجه. عشان كده الدايت العنيف اللي هو يقول لك ايه ده انا خسيت 20 كيلو في شهر، ده مش هيبقى مظبوط، لانك مش هتقدر تكمل على كده. الدايت المظبوط ان انت تعمل مودريشن في كل حاجه، يعني تبقى متوسط في كل حاجه بتاخدها، تاكل كل انواع الاكل، ولازم تشبع. لما تعمل دايت لازم تشبع، لو ما شبعتش هتفضل قلقان وهتفضل متضايق، بيوصل احيانا لانواع اكتئاب، ونفسيا بيبقى المريض طبعا انت متخيل مصوت. انا دايما ماشي وانا عندي احساس ان انا جعان، ودي من اهم عوامل عمليات السمنه، انها بتقلل احساس الجوع. دي اهم حاجه في الموضوع، انها بتقلل احساسك بالجوع، هتبطل تتسلى بالاكل. يعني نقدر هنا نقول ان عمليات السمنه هي بتساعد على الدايت بقى. هي بتساعد على الدايت. كلمه مفهوم الدايت عند الناس ان انا اكل قليل، مش هو ده الدايت. اكل صح، اكل صح، الدايت ان انا اكل صح. فعمليه السمنه بتساعدك انك تاكل صح. لو هتعمل تكميم بيبقى فيه نوع معين من الاكلات بننصحك بيها هتخليك دايما شبعان وهتخليك تخس. لما هتعمل تحويل مسار في نوع تاني من الاكلات، انا مش بحرمك من حاجه، انا بخليك شبعان وبتاكل اكل صحي، مش عامل لك دايت خالص. يعني المفهوم ده، يعني في ناس تقول لك الله، طب انا لو هعمل دايت ما هعمل عمليه ليه؟ طب ما انا امشي على الدايت. دكتور، انا الحقيقه مش عايز اكبر حضرتك يعني، بس حضرتك ما شاء الله يعني تشوت، بس انا عرفت ان حضرتك من اوائل الدكاتره في جراحات السمنه لعمليه التكميم. الحقيقه عمليه التكميم دي انا بعزها، يعني بحس انها بنتي. عمليه التكميم دي ليها قصه ظريفه، ما اعرفش الناس تعرفها ولا لا. عمليه التكميم ما كانتش مقصوده انها تتعمل عمليه تكميم، يعني الصدفه كانت بالصدفه بالظبط. وفي حاجات كتير في الطب بتكتشف بالصدفه. عمليه التكميم كانت جزء من عمليه تانية اسمها تحويل الاثنى عشر، والمريض تعب، كانت مع بروفيسور فرنساوي، والمريض تعب فما كملوش العمليه، اكتفوا بالجزء بتاع التكميم بس، واكتشفوا انه في خلال 3 شهور العين بيخس كويس جدا. عنده ميزه ثانيه بالظبط. فالبروفيسور ده قرر ان هو يجرب ان هو يعمل عمليه تكميم بس، ما يعملش غيرها، والحقيقه مشيت كويس جدا جدا يعني. وقبل ما اخش في فكره جراحات السمنه اصلا، يعني ما كنت لسه جاي، يعني مجرد جراحه ورام، ما فكرتش في موضوع السمنه. فكان دايما شاغل بالي، طب ما انا قبل ما اعمل اي عمليه سمنه، طب ما صغر المعده اللي هي المكان اللي بيشيل الاكل اصلا. ففكره تصغير المعده دي فكره بيري سمبل، بس ما كانتش جت على بال حد. يعني ما المعده دي هي المخزن اللي بيشيل الاكل اللي انا باكله، فلو صغرت المخزن اللي بيشيل الاكل، طب ما انا هاكل اقل. وبعدين اكتشفنا بقى بعد كده ان المخزن اللي بيشيل الاكل ده هو اللي بيطلع هرمونات الجوع، فانا ده ما بصغر المخزن بقلل هرمون الجوع، وبالتالي المريض ما بيجوعش كتير. وانا كنت الحقيقه مسافر بره، كنت في المانيا، كنت طالع عشان اتعلم تحويل المسار، كنت باخد كورس على تحويل المسار، وكان اللي بيشرح لنا تحويل المسار واحد من المشاركين في البحث بتاع التكميم، فشرح لنا عمليه التكميم. فاول ما رجعت مصر، وكنا اياميها بنعمل حزام المعده، كنا بقالنا فتره، بقالنا سنين بنعمل حزام المعده. فلما رجعت مصر وجات لي مريضه العياده جايه عشان تعمل حزام المعده، فقلت لها والله في عمليه جديده اسمها تكميم المعده، يعني بنخلي المعده شبه الكم، بنصغر المعده. قالت لي والله انا واثقه فيك، واللي انت عاوز تعمله اعمله، وعملناها مش كويس جدا الحمد لله. والنتيجه كانت مرضيه، النتيجه كانت هايله. وان دايما دايما العيان بيستغرب له بعد عمليه تكميم المعده، يقول لك هو انا مش جعان ليه؟ دي حاجه مهمه جدا، دي حاجه مهمه جدا، لان احساس الجوع ده احساس صعب، يعني حاجه بتزن عليك، حاجه بتزن بتزن بتزن، فانت تشيل الزن ده من دماغك دي حاجه كويسه جدا. فدي من اهم مميزات عمليات التكميم. عملنا اول عمليه تكميم دي كانت في 2007، يعني الكلام ده من 16 17 سنه دلوقتي، ومشيت كويس قوي الحمد لله، ومشينا بقى في مشينا في السكه دي. ومن 2007 لحد 2011 ما كانش اتعمل تعريف عالمي
لعملية التكميم، يعني تعمل ايه في عملية التكميم؟ خلاص احنا بنصغر المعدة، لكن ما كانتش اتحطت الرولز الدقيقة بقى اللي العام ما يعرفهاش، يعني هقص فين بالظبط والقصة تيجي ازاي والمعدة يبقى شكلها عامل ازاي وهعمل ايه بعد ما اقص المعدة. يعني في رولز كده، في 12 13 رول اتحطوا قانون، يعني اتحطوا لعمليات السمنة ما كانتش لسه اتحطت. فكان كل اللي بيعمل عملية تكميم بيعملها من منطلق خبرته هو في الجراحة. يعني مفيش كتالوج، مفيش كتالوج اتحط رسمي ان العالم كله. دايما للعمليات بيبقى فيه كتالوج موحد للعالم كله. ممكن الكتالوج ده يختلف اختلاف بسيط ما بين امريكا ما بين اوروبا ما بين اسيا، لكن في الاخر في المين الكتالوج الاساسي موجود اللي كله ما كانش فيه. فاللطيف بقى ان لما اتحط الكتالوج ده في سنه 2011 كانت كل النقط تقريبا 12 نقطه، كان في 11 منهم احنا اوريدي وصلنا لها لوحدينا. فدي كانت حاجة بالتجربة دي وصلنا لها لوحدينا. يعني من ضمن الحاجات المرعبة للناس طبعا عملية التسريب مثلا. فإحنا من 2007 لحد 2009 حصل لنا 3 حالات تسريب، وكنا بنتعامل معهم زي أي تسريب في جراحة. الجراحة كلها بالمناسبة قص ولزق، يعني صحيح. الجراحة كلها بتستقص الجزء، يكون عنده مشكلة مثلا في المريء فعمل بتشيل جزء من المريء بتشيل جزء من المريء بتشيل. يعني إحنا أصلا الحاجات دي شغالين فيها من الأول. فقررنا ان احنا نتعامل مع عمليه التكميم زي ما بنتعامل مع الجراحه. احنا ليه عاملينها كاتيجوري لوحدها؟ فبدانا نطبق الخطوات بتاعه الجراحه العاديه. انا لما بشيل المعده في الاورام بشيلها ازاي وبخيطها ازاي. فبدانا بعد ما ندبس المعده نبتدي نتعامل معها زي ما بنتعامل مع جراحه الاورام. فبدانا نخيط المعده فوق الدبابيس، وده قضى تماما على حاجات تسريب. ما حصلناش تسريب تاني من 2009 لحد النهارده. الكلام ده يمكن في 2014 بدأ يتقال إن خلاص فعلاً إن هيخيط المعدة مش هيحصل له مشاكل. وبدأت تحصل حقيقة، وبدأت بقى تحصل تطورات تانية. الناس تقول لك هخيط المعدة، ناس تقول لك لا أحط صمغ جلو جراحي فوق الدبابيس عشان ما يحصلش. بدأت شركة الدباسات نفسها تنزل حاجة اسمها جارد مع الدبابيس، إن هو يقلل التسريب ويقلل النزيف والحاجات دي. دكتور، يمكن حضرتك خلفية في جراحة الأورام، أعتقد جراحة الأورام أصعب كمان من جراحة السمنة بكتير. جراحة الأورام أصعب كتير طبعا، فعشان كده لما بتخش على جراحة السمنة دي بومبونية بالنسبة لجراحة الأورام، بتبقى أسهل بكتير جدا. طبعا ليها تكاتها وليها حاجات صغيرة، بس الحمد لله احنا اكتشفناها حتى ايفن من قبل ما الجايد العالمي يتحط. يعني فعملية التكميم دي عملية very simple، سهلة جدا، وبتفرق مع المريض فرق فظيع فظيع يعني الحقيقة. دكتور، كتير جدا من المرضى وبالذات احنا عندنا طبعا مبدأ المقارنات، انا عملت تكميم وغيري عمل تكميم، هو مثلا نزل 10 كيلو انا نزلت 20 والعكس بالظبط. هل في مقاييس لنزول الوزن بعد العملية؟ المفروض نزول الوزن تقريبا ثابت عند كل الناس تقريبا، الاختلافات بسيطه جدا. لكن الناس بتقلق، يقول لك ده فلان انا خايف اعمل تكميم، ده فلان ده نزل 100 كيلو انا مش عاوز انزل 100 كيلو، انا وزني اصلا 100 كيلو. هي الفكره مش في كده، هي الفكره ان العمليه هتنزلك للوزن المثالي، او عشان نكون ادق العمليه هتشيل من 70 ل 80% من الوزن الزياده. يعني انا عندي 50 كيلو زياده، عندي 100 كيلو زياده، هخسر 70 كيلو بالعمليه. لو عاوز اخسر اكتر من كده ده بمجهودي. فلو انا وزني 100 كيلو هخسر وعندي زياده 30 كيلو، هخسر 70% من ال 30، مش هنزل 100 كيلو والا هختفي. صحيح. فهي دي المعلومه دي مش مفهومه شويه عند الناس. انا بنزل من الوزن الزياده، بيختلف مريض عن مريض. يعني مريض وزنه 250 كيلو انا محتاجه ينزل على الاقل 150 كيلو. صحيح. لكن مريض وزنه 100 كيلو انا مش عاوز ينزل اكتر من 30 35 كيلو. وبالتالي العمليه كل واحد غير التاني. هنيجي بقى النقطه مهمه جدا، انا خسيت وفلان ما خسش. في كلمة كنت دايما أقولها للمرضى، أنا مش بعمل سحر، العملية ما هيش سحر. العملية مش أنت مش عملت العملية وخلاص، لا، أنت كمان لازم هتبقى فاهم العملية بتاعتك دي بتعمل إيه وهتتعامل معها إزاي. أنا يعني إحنا بنقعد نضيع مع المريض، بلاش كلمة نضيع، يعني بنقعد مع المريض وقت في الكشف حوالي ساعة لربع تقريبا عشان أشرح له انت هتعمل ايه. لازم تبقى فاهم ايه العمليه اللي انت عملتها وهتستفيد منها ازاي وهتحس بايه وهتشعر بايه وامتى تاكل وامتى ما تاكلش وامتى توقف اكل واحساس الشبع ده شكله ايه. لان البرين بتاعك مخك او عقلك، المخ اللي متعود على حاجه بقاله 30 سنه النهارده انت بتغيرها له خالص، فهتاخد وضع جديد ومخك هياخد وقت عبال ما يفهم الجديد. فده مهم جدا، فبلاش مقارنات خالص في عمليه السمنه.
يعني ما حدش يقول اصل ده نزل 50 انا خايف انزلهم، ده نزل 50 وانا نزلت 40. انت ممكن ال 40 بتوعك دول بالنسبه لوزنك اكتر من 50 هو انزلهم بكتير. صح، واخد بالك؟ هو موضوع النسبه والتناسب اكتر منه رقم. بالظبط. عشان كده ده يشدنا الموضوع مهم جدا. انا امتى اعمل عمليه؟ انا امتى اقول ان انا تخين؟ امتى اقول ان انا محتاج عمليه؟ هي دايما الناس بتتكلم، يعني دايما بيجي لي اسئله يقول لي انا لسه ما جبتش 100 كيلو هعمل عمليه ليه؟ ما لهاش دعوه ب 100 كيلو خالص. احنا بنقيس حاجه اسمها كتله الجسم، يعني بي ام اي. البي ام اي بالظبط كده، اللي هي البادي ماس اندكس، كتله جسمك قد ايه. الكتله الطبيعيه للبني ادم الطبيعي من 22 ل 27، المتوسط بتاعها 25. كنا زمان اول ما الكتله دي توصل 35 انت كده ليجيبل العمليه، انت كده مسموح لك انك تعمل عمليه سن. والكلام ده بقاله سنتين حتى كمان اتغير، من كتر ما اكتشفنا ان عمليات السمنه دي نمره واحد بقت امنه، نمره اتنين بتشفي من امراض كتير جدا، نمره تلاته بتغير حياتك تماما. وبالتالي الكرايتيريا دي المقاسات اللي بنقيس عليها اتغيرت. يعني كنا زمان ما نعملش عمليه سمنه غير على بي ام اي 35 ومعاه امراض تانيه، اللي هو السمنه المفرطه بقى، اللي هي السمنه المفرطه، او بي ام اي 40 من غير امراض اخرى. الكلام ده اتغير دلوقتي، من اول الكتله 30 مسموح لك انك تعمل عمليه التكميم، من اول الكتله 35 مسموح لك انك تعمل اي عمليه من عمليات السمنه. وبالتالي انا عاوز الناس تبرمج الدماغ بطريقه مختلفه. ارجوك مالكش دعوه انت وزنك كام، انت كتلتك كام، لازم تتعلم الكتله دي بحسبها ازاي. الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر المربع. الطول بالمتر المربع يعني ايه؟ يعني انا طولي 160، يبقى هضرب 1.6 في 1.6 واقسم عليهم الكيلو جرام بتاعي اللي هو الوزن. ده خلاص بقى حتى في الموبايل بالظبط، بسهوله بدخل طولي ووزني بيحسب لي. بالظبط بقى، في برامج بتحسب الكلام ده بسهوله. الموازين دلوقتي بقت موجوده في كل حته، في كل حته. صح. الانبادي بتقيس كتله الجسم وبتقيس الدهون قد ايه والعضلات قد ايه والميه قد ايه، يعني الدنيا بقت اسهل كتير من زمان. بس ما زال المريض يقول انا وزني 100، ما لسه انا 80 كيلو. ان ممكن مريض 80 كيلو محتاج عمليه ومريض 120 كيلو مش محتاج عمليه. صحيح، ممكن واحد يكون 200 وواحد طويل قوي، فبالنسبه له الكتله مظبوطه يعني. بالظبط. وبرده مهم، عشان احنا قلنا ان التغير اللي حصل وان احنا سمحنا بالعمليات دي من اول كتله 30، لازم نفهم برده ان الكتله 30 دي لازم يكون جرب الرجيم او الدايت وما قدرش يعمل ده. كان سؤالي بقى لحضرتك دكتور. انا عايز اخس، فجيت لحضرتك ايه الاسئله اللي حضرتك بتعرفها مني الاول قبل ما اقرر قرار الجراحه؟ وهل قرار الجراحه ده بيكون للمريض رقم واحد ولا لازم بيستشير حضرتك وحضرتك يكون ليك القرار؟ لا طبعا لازم المريض بيستشيرني، مش اي واحد. انا في ناس بتيجي مش ليجيبل للجراحه، يعني وزنها مش محتاج جراحه اساسا، سواء مقرر الجراحه وهو مقرر الجراحه لانه مستسهل الموضوع. طبعا ده كلام مش مظبوط خالص. الجراحه ستيل جراحه، وانا داخل ها بينجو وهقص جزء من معدتي او هوصل امعائي او او او، فما ينفعش استسهل. لا، هو الموضوع مش كده. انا الجراحه لما افشل في الطريق السليم، الطريق السليم اللي هو المودريشن اوف لايف، ان انا بغير الستايل بتاع حياتي، بعمل ريجيم، بعمل دايت، واذا مش عارف اعملها لوحدي اعملها مع حد متخصص. ودلوقتي طبعا دكاتره الاستشاريين التغذيه بقوا كويسين جدا وكتير جدا، وفاهمين في العمليات بتاعتنا وفاهمين في كل حاجه. الابحاث عن الاكل نفسها اتغيرت، يعني احنا بناكل وما احناش عارفين احنا بناكل ايه. من ضمن النصايح اللي دايما اقولها للمريض، من فضلك اعرف انت بتاكل ايه. في كتب صغيره عبيطه كده خالص قد كده، هو قد كف اليد كده، مكتوب فيها البطاطس فيها كام كالوري، اللحمه فيها كام كالوري، البسبوسه فيها كام كالوري. لسه بعرف انت بتاكل ايه، ولسه بعرف انت جسمك محتاج كام كالوري في اليوم، ولو عاوز اخس اخد كام كالوري في اليوم، وهكذا. فلا، استسهال العمليات مش حاجه كويسه خالص. حضرتك بتنصح المريض او مش المريض بقى، قبل ما يكون مريض اهتم بصحتك، حاول تبقى ماشي على دايت بالمفهوم اللي احنا اتكلمنا فيه. دايت مش يعني اقللك، دايت يعني اكون باكل كويس. تمام. طب لا قدر الله خلاص وصلت السمنه، وزي ما حضرتك بتقول مش بس من 30 ل 35، لا من 35 ل 40، وخلاص انا حاولت اجرب دايت، حاولت مش قادر. يعني فكره اكيد حضرتك تسمع الكلمه دي كتير، يا دكتور انا مش قادر اعمل دايت. بالظبط، دي حقيقه. خلاص انا كده قررت ان انا اعمل عمليه. في ناس برضو عشان نبقى يعني ما نقصوش على الناس، انت بعد بي ام اي معين، يعني بعد ال 35 وانت طالع او بعد ال 40 كمان بالذات، الدايت صعب. خلينا واقعيين، الدايت صعب جدا جدا، يعني عشان برضو بيجي لي، وخصوصا الولاد الصغيرين بيبقى اهلهم
يعني عنيف جدا معاهم، وانت وحش، وانت وقلل اكلك، وانت ليه ما عندكش اراده، لا انت كده بتدخله في حته نفسيه بتوصله للاكتئاب. هتحل مشكله بمشكله اكبر. بالظبط كده، لان هو فعلا بعد بي ام اي معين الدايت صعب. انت لازم حاجه تساعدك، والحاجه اللي تساعدك دي هي العمليه. وكمان كتله جسمه مخليه عنده نهم دايما للسكريات، للاكل اللي متعود عليه اللي هو مش هيلثي او مش بالظبط. ويعني في حاجات تقدر تعملها وفي حاجات ما تقدرش تعملها، فالمعافره فيها بتجيب نتيجه عكسيه، بيستسلم ويسيب خلاص بقى انا هتخن مش مهم اللي يحصل، وده بينعكس على حياته. على فكره ده بينعكس على حياته، وبيبقى عنده احساس ان هو ما عندوش اراده، فده بيأثر على شخصيته عموما. هو بقى جواه دايما احساس ان هو سلبي، وان هو مش قادر، وان هو مش عارف. ده غلط جدا، ده غلط جدا. يعني في حاجه حلوه جدا بتشوفها بالذات في الاولاد الصغيرين اللي تحت 16 سنه، لما يجي لك العياده تلاقيه قاعد كده منطوي وبص في الارض وما بيتكلمش، واهله هم اللي بيتكلموا، بابا بيتكلم، مامته بتتكلم، اخوه الكبير اللي بيتكلم، هو ساكت خالص. شوفوا بعد 6 اشهر بعد ما عمل العمليه وخس، شخصيه مختلفه تماما، الاوضه كلها ساكته وهو اللي بيتكلم الوحيد. بقى في ثقه في نفسه، ثقه في النفس اتغيرت تماما، احساس الانهزام الفظيع اللي كان عنده ده راح. يعني اكيد كمان مش بس بيتعرض للضغط من البيت، اكيد بيتعرض لانواع من التنمر طبعا. ده التنمر ده بقى دي قصه ثانيه خالص، ودي من ضمن الاسباب ان هم سمحوا بالعمليات لسن صغير. يعني دلوقتي من اول 5 سنين انت مسموح لك تعمل عمليه. تخيل اول 5 سنين، من 5 سنين ممكن تعمل عمليه سمنه لو البي ام اي بتاعك عدى 40، ولو في امراض مختلفه او كده. احنا زمان كنا بنعمل من اول 10 سنين و11 سنة، دلوقتي لا، دلوقتي مسموح تعمل كله بسبب التنمر. الفترة الاولانية في حياتك دي هتأثر على حياتك كلها. دي حاجة بقى دكاترة النفسية يحكوها، الجزء الاولاني في حياتك هو المراية بتاعت حياتك لحد ما تعجز وتموت. فالجزء ده لو ما كانش صح هتفضل حياتك كلها متأثرة بالجزء ده من غير انت ما تحس. فتصحيح الحالة النفسية للأطفال أو التين ايجرز مهمة جدا لاستمرار حياتهم ما بعد ذلك. المشكلة بقى سليم بالظبط، المشكلة بقى سمنة زي ما انت بتقول. التنمر ده هيأثر على حياته كلها، فانت لو شلت الجزء ده من حياته انت غيرت حياته في المستقبل، بغض النظر بقى عن السمنة أو حاجة تانية. فدي ما يعني الأهالي ما كانوش واخدين بالهم منها، وبعدين بيرجعوا بيقولك احنا بقينا نلوم على نفسنا، احنا ليه كنا سايبينهم كده. يعني ما ينفعش نسكت اكتر من كده. وخصوصا زي ما حضرتك قلت، هي مشكله بتروح لمشكله نفسيه ان هي بسبب التنمر، وفي مشكله تانية ان الطفل ده هيجيله سك، هيجيله امراض مزمنه. طبعا انت بتدمر الطفل صحيا ونفسيا. طبعا دي حقيقة. انت بتحافظ على حياته يا دكتور. زي ما الرياضه مهمه واكيد كل بينصح بيها عشان ما نوصلش لفكره السمن، طيب الرياضة بعد العملية، بعد التكميم، يقدر المريض بعد العملية يمارس رياضة بخلال قد ايه؟ احنا هنا بنقسم الرياضة لرياضات عنيفة ورياضات عادية. الرياضة العادية اللي هي اللي بننصح بيها كل واحد سواء عمل عملية او ما عملش عملية، من تاني يوم العملية المريض مسموح له ان هو يمشي، مسموح له ان هو يجري، مسموح له ان هو يعوم، ما عندناش مشكلة خالص. الرياضات اللي فيها اوزان بننصحه ان هو يستنى 3 شهور. 3 شهور يعني الجيم مثلا، 3 شهور الجيم يستنى 3 شهور. عاوز يروح الجيم يروح يمشي على التريد ميل، يركب عجله، يعمل كارديو، لكن سويدي او الحاجات اللي هي البسيطه يعني بالظبط، لكن ما يشيلش اوزان خالص غير بعد 3. لكن انا برضو ده مفهوم عند الناس، يقول لك اصلا انا ما بلعبش رياضه فمش هخس كويس. الرياضه بعد عمليه السمنه مش مقصود بيها ان انا اخس، مقصود بيها ان انا صحتي تبقى كويسه. طول ما انت بتتحرك، طول ما الدورة الدموية بتاعتك نشيطة، طول ما انت فايق مصحصح، غير واحد تاني راح عمل عملية وقاعد في البيت ما بيعملش حاجة، او قاعد على المكتب بيمارس شغله، هنا الدنيا مختلفة خالص. بعد العملية انا بيخشلي الناس من باب المكتب وهو داخل، بعرف ده بيتحرك وده ما بيتحركش، ده هيستفيد من العملية وده هيفضل يعاني ويقول لك انا تعبان وانا مرهق وانا كده. الفرق بينهم الحركة مش اكتر. نقدر نقول يا دكتور ان المريض نفسه هو عليه عامل كبير جدا على نجاح العمليه. طبعا طبعا، هو الدكتور بيعمل العمليه، يعني انت بتعمل التكميم، مطلوب منك كطبيب ان انت القصه بتاعت المعده تبقى مظبوطه، تفصيل المعده الجديده يبقى مظبوط، لكن ما بعد ذلك كله في ملعب المريض. لان انا قلمت لك كميه الاكل، لكن ايه نوعيات الاكل اللي بتاكلها، بتاكل امتى، بتاكل ازاي. عشان كده استشاري التغذيه اللي معانا مهم جدا،
ان هو انا دايما اقول للمريض انا مش عاوزك الاستشاري التغذيه يديك ورقه تطبقها، لا 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 خالص، انا عاوزك تفهم من استشاري التغذيه انا بعمل ايه، ليه انا باكل ده، ليه وباكل ده امتى، ولما اكله في المعده احسن ولا ما اكله في المعده، والمفيد ولا هشرب هشرب اكتر ولا هاكل اكتر، هاكل انه المفيد وانه مش مفيد. انت دخلت عملت عمليه وهتاخد كورس مش علاجي، انت هتاخد كورس تثقيفي اللي ما هيحدث في حياتك بعد كده. عشان كده بتلاقي واحد عمل تكميم وخس وكويس جدا، واحد عمل تكميم وما خسش كويس، واحد عمل تكميم وخس ورجع تخن تاني، واحد عمل تكميم ومبسوط في حياته جدا لكن التاني مش مبسوط وبيعاني وبيقول ايه اللي انا عملته في نفسي، واحد تاني يقول لك ده انا يا ريتني خدت القرار ده من 10 سنين فاتوا، ده انا اتاخرت. كل ده انت ازاي قدرت تسيستم تظبط فكر العمل العملية ده على الستايل الجديد اللي احنا بنقوله. تاني نرجع نقول الكلمة المشهورة اللي هي اعتقد بقولها دايما زمان برضه، اعتقد انها بقت ترند دلوقتي، العملية ما هياش سحر يا جماعة. العملية ما هياش سحر، العملية عشان اظبط اللي لخبط لي الدنيا. دكتور نقدر نقول ان العملية دي فرصة لمساعدة المريض ان هو يعيش حياة مختلفة. حياة مختلفة تماما، حياة مختلفة تماما، من اول الشكل للتنمر للبس للصحه بقى اللي ما فيها. انا عندي ناس بعد عمليات التجميل عملوا عضلات انا ما صدقتش. ما بيجي لك المريض يخش في مرضى بتيجي تتابع وفي مرضى بتختفي بصراحه يعني، فتلاقيه داخل لك مثلا بعد 6 اشهر ولا بعد سنه انا ما بعرفهمش، لولا ان قدامي الفايل بتاعه مكتوب فيه ده مين انا مش هعرفه، والله ما بعرف ما بعرفهمش خالص. عشان كده حتى انسان رياضي، انسان رياضي ومنطلق وبطل الأدوية بتاعته، الكلام ده كله بيفرق في نفسية جدا 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 جدا، يعني الشخص بيتغير بيبقى واحد تاني. دكتور ايه اكتر حالة او مريض كان عند حضرتك وحسيت ان هو العملية غيرت حياته؟ حقيقة هو مرضى كتير قوي قوي حياته متغيرت، بس طبعا المريض اللي كان بياخد انسولين وبطل انسولين، انت مش تخيل ده بتبقى نفسيته عاملة ازاي. شيء عظيم، يعني هو تخلص من السكر بالعملية. تخلص من السكر، انت متخيل يعني ايه؟ مرض السكر ده مرض عنيف جدا، ما بيسيبش حاجه في جسمك. فتخيل ان انت واحد مثلا بقاله 20 سنه بياخد انسولين وجاي بعد العمليه ما بياخدش انسولين، هو بيبقى مش مصدق يعني، هو بيبقى مستغرب جدا. في بقى حاجات كده اكسبشنز، ساعات نخش نعمل ونفاجئ بمرض تاني موجود في البطن وبنتعامل معاه. يعني انا كان عندي مريضه ودخلنا وفوجئنا ان في ورم في الكبد وهي ما تعرفش والأشعات ما شافتوش، فتعاملنا مع مرض الكبد مع الورم بتاع الكبد وشلناه وجبنا تحليل فوري وعملنا التحليل فوري والحمد لله طلع ورم حميد وكملنا العملية وعمل التكميم وانبسط وعاش كويس. والله التكميم كان حماها من ان هي تسبب لها مشكلة. دخلنا البطن، احنا اول ما بنخش البطن بالمنظار بنستكشف البطن كلها نطمن ان كل حاجة كويسة، فساعات بنفاجئ بحاجات بيبقى ربنا جعل التكميم ده سبب لشفاء مرض ما كانش في الموضوع خالص يعني. مره مريضه تانية لقينا عندها غدد لمفاويه كبيره وطلع عندها مرض في الغدد اللمفاويه وتعالجت منه الاول بالكيماوي وبعدين عملنا بعد كده التكميم. الحاجات دي برضو يعني سبحان الله، دايما الصدفه برضو تلعب دور مهم جدا. دكتور احمد حاتم السيد، انا الحقيقه الكلام مع حضرتك ما بنشبعش منه الحقيقه. ربنا يخليك يا شمبي، انا شرفت جدا بحضرتك وعندنا اسئله كتيره جدا، يعني حابين حضرتك تكون موجود معنا مره تانيه عشان يجاوب على اسئله كتيره جدا بنتسالها في جراحات السمنه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا واتشرفت جدا بحضرتك. شكرا يا شباب، انا اتشرفت بيك. بشكركم شكرا جزيلا، وتابعونا في حلقه جديده من ميديكازون بودكاست.